السلام عليكم. اليوم نصوب واحد غريبة ديال الكاوكاو واللوز معلقة. ناخذ كاوكاو واللوز كنحمرهم وكنطحنهم ونديرهم في البول. كنزيد عليهم السكر كلاصي والبودر ديال الكاوكاو وكندير الخميرة ديال الحلوة وكامل نغربلهم الملح والقرفة ونخلط. نزيد جوج ديال البيضات ونزيد جوج معالق ديال الكوفيتير. كنخلط كل شيء. الخليط ديالي كيجي مطلوق شويه. كنغطيه مزيان بالسلوفان وكنديروه يرتاح في الثلاجه لمده 30 حتى 45 دقيقه. ما كيتبرد الخليط ديالي في الثلاجه كناخذو وكندير واحد شويه ديال المزهر في يديا وكنبدا كنكور الكويرات على هذا الشكل هذا ونديرهم في السكر كلاصي. ديرهم في الفران يطيبوا لمدة 10 حتى 12 دقيقة درجة الحرارة 170. طيب في الفران لمدة 12 دقيقة كتجي على هذا الشكل هذا اللي كتفقع وكتجي رائعة. وما بقى لي إلا نقول لكم بالصحة والراحة وما تنساوش لي لايك وبسم الله.